بلد عاد فيها أمن وأمان ده كنا مفتقدينه يعني لفترة طويلة. دلوقتي عنا عايشين في أمن وأمان، وعنا كل واحد بيتحرك في البلد براحته، في أي مشروع عايز تعمله دلوقتي بتعمله وأنت مطمن، بتمشي على أي طريق برضه بتمشي وأنت مطمن. وفي طبعا الطرق اللي اتعملت عادت سهلت على الناس حاجات كتير يعني، وفرت في الوقت وفي السفر وعملت على راحة الناس يعني. كان قبل الثورة كان في حالة من الفوضى، حالة من عدم الاستقرار، كان في مشاكل، ما كانش في إدارة حكيمة للبلاد. ولكن بعد الثورة وطبعا بعد ما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يبارك له مسك البلد، قدر ان هو يعمل انجازات كبيرة جدا في خلال الفترة الوجيزة دي. بدأت تبان في الطرق، الكباري، الصحة، السكن بالنسبة للناس، بدأت تتوفر حقيقي فرص عمل كويسة، لان المصانع بدأت انها تشتغل تاني بكامل طاقتها. بقى في امل، بقى في تفاؤل عند الناس ان بكرة هيبقى احسن. الثورة اصلا يوم ما يتنساش، كان في تضامن الشعب مع الجيش والشرطة، وكان بفخر واعتزاز ازاي ننقذ البلد من الورطة اللي كانت فيها. فيوم كلنا كان في تضامن وحب وقوة. طبعا بعد ثورة 30 يونيو يعني مصر تحولت 180 درجة، بقى في تطور في كل الحاجات، في المنشآت، في الكباري، العشوائيات، كل الحاجات دي اختفت، ودي طبعا كانت حاجة كنا احنا محتاجينها جدا. بلس يعني رجعنا تاني لثقافتنا القديمة بعيد عن اللي كانوا ماسكين بلد قبل كده. صورة مصر قدام المجتمع الدولي بقت اتحسنت ورجعت تاني زي الأول، ودي طبعا حاجة واحسن من الأول كمان.